بعد إعلان نتائج الامتحانات العامة لهذه السنة بفروعها كافة، الحمد لله والشكر لطلابنا الإعدادية الشرقية، شاركوا بمجموع 700 طالب شاركوا في الامتحانات العامة، 105 طلاب حازوا على معدل 90 فما فوق، 11 طالبا كانت معدلاتهم 99 وكسور، الطالب محمد تمام كان الأول على الإعدادية الشرقية بمعدل 99.86. الحمد لله والشكر احنا سنويا ننافس على هذه المراتب المتقدمة، وفي هذا العام الإعدادية الشرقية كان ترتيبها الثالثة على المحافظة. من المعلوم انه الوجبة هذه للطلاب من جماعة التحويل من الرابع على السادس، فشيء طبيعي المعدلات اما تكون طالب ياخذ له معدل عالي او يعيد السنه، والمعدلات بصوره عامه قبل سنتين ثلاثه كانت احسن. الاعداديه الشرقيه بطبيعه موقعها، بطبيعه سمعتها، مكانتها، اسمها منذ تاسيسها عام 1905 هي في قلوب مدينه الموصل. يعني ماكو طالب ما يتمنى ان يداوم بالاعداديه الشرقيه. الاعداديه الشرقيه لاثرها ونفحتها التاريخيه القديمه تحتاج الى كثير من الدعم. تحتاج إلى كثير من الاهتمام باعتبارها مدرسة من مدارس الجذب الجيد في المحافظة. يعني احنا نطالب المدير العام للتربية أن يكون التقديم على الإعدادية الشرقية تقديم خاص حالة حال متميزين ومتفوقين موهوبين، باعتبار النتائج اللي نحصل عليها سنويا نتائجها توازي مدارس الموهوبين والمتميزين والمتفوقين، لا بل نتفوق عليهم. فيفضل أن يكون هناك ضوابط للقبول في المدرسة مع الاهتمام بالجانب الآثاري للمدرسة للحفاظ على سمعتها التاريخية في مدارس الموصل. كل وكثير من الناس راهنوا على أنه العصر الذهبي للإعدادية الشرقية اللي بالسابق ما راح يتكرر، بس إحنا خلال السنوات اللي مضت أثبتنا للجميع بأنه الإعدادية الشرقية قد تمرض ولكنها لا تموت، وهاي النتائج اللي تظهر سنوياً. العام طالبنا من الثلاثة الأوائل على العراق وأول عام، وهاي السنة الأول على العراق تقريبا راح ينافس، عندنا طالب حقق 99.86 وأكثر من 105 طالب حققوا معدلات 93 صعودا وصولا إلى 99 حافل. هذول الطلاب مستقبلا راح يكونون أطباء وعلماء ودكاترة وضباط، راح تتباهى بهم المحافظة وراح يكونون رفعة رأس أهاليهم وللبلد. نحتاج هذه الخامة، هاي النتائج ما تحققت إلا بجهود الكادر التدريسي وجهود الإدارة وتعاون الطلاب وأولياء أمورهم والتعاون المثمر بين إدارة التربية، مديرية التربية 2 ومتعاونة جدا مع الإعدادية الشرقية بكافة المجالات، وكله دعما من الشرقية لمحافظة 2. وتعرف الشرقية إرث تاريخي، الشرقية اللي صار لها أكثر من قرن ونص تدعم محافظة نينو وراح تبقى الداعم الرئيسي لتربية نينو. يعني عندنا طلاب الدور الثاني، أكو طلاب تعرف أجلوا مادة أو مادتين خوفا من معدل ما يساعده، يعني أعتقد بنهاية امتحانات الدور الثاني راح يتعدون 300 طالب، وهذا إنجاز يعني ما أعتقد يتحقق بأي مدرسة. بس الحمد لله والشكر حافظنا على اسم الشرقية، وراح نبقى نقاتل من أجل أن الشرقية تكون بالصدارة وتكون رفعة رأس لأهلنا ولمحافظة نينوى والعراق.